غالبا ما نسمع عن متلازمة ستوكهولم التي ارتبطت بعملية سطو مسلح وقعت في أحد البنوك بالعاصمة السويدية عام 1974 حين تعاطف الرهائن مع خاطفيهم، ولكننا على الأرجح لا نعرف عن متلازمات نفسية أخرى ارتبطت أيضا بمدن بعينها، وقد تكون أشد غرابة من متلازمة ستوكهولم. لنتعرف على بعضها. متلازمة باريس، وقد تم اكتشافها لأول مرة عام 2004، وتصيب سنويا أزيد من 10 يابانيين يزورون باريس لأول مرة، وتتمثل أعراضها في القلق والأوهام مثل التخيل بأن حجراتهم في الفندق يتم التجسس عليها، لكن المصابين بها يتحسنون بعد بضعة أيام من الراحة، وفي أسوأ الحالات يكون العلاج الوحيد هو العودة فورا إلى اليابان. متلازمة فلورنسا، وقد تم رصدها لأول مرة في ثمانينيات القرن الماضي، ومنذ تلك الفترة رصدت أكثر من 100 حالة مصابة، وتتمثل الأعراض في زيادة معدل ضربات القلب وفقدان الوعي بالإضافة إلى الهلوسة التي تسبق الانبهار بالإرث الثقافي والحضاري لمدينة فلورنسا الإيطالية، حيث يجد الزائر المصاب نفسه في مستشفيات المدينة بدلاً عن متاحفها. متلازمة البندقية، وتصيب الوافدين إلى مدينة البندقية الإيطالية بنية الانتحار، ويرجح أن السبب هو تأثرهم ثقافياً برواية الكاتب الألماني توماس مان الموت في البندقية، وقد مثل الألمان السواد الأعظم من المصابين، حيث تم تشخيص 51 حالة زارت مدينة البندقية بين عامي 1988 و1995 بنية الانتحار، نجح 16 شخصا منهم في مهمتهم المشؤومة. متلازمة ليما، وتعد نقيضا بحتا لمتلازمة ستوكهولم، حيث يتعاطف الخاطفون هنا مع رهائنهم، وتعود أصولها لحادثة وقعت في مدينة ليما عاصمة بيرو عام 1996 عندما احتجز أعضاء إحدى الحركات الثورية نحو 600 زائر في السفارة اليابانية. تعاطف الخاطفون بشكل كبير مع الرهائن لدرجة أنهم أطلقوا سراح أغلبهم خلال أيام. متلازمة لندن، وتوصف بأنها نقيض متلازمتي ستوكهولم وليما، ذلك لأنها تنمي مشاعر الكراهية بين الخاطفين ورهائنهم، حيث يشجع الرهائن خاطفيهم على إيذائهم أو قتلهم من خلال إزعاجهم أو تحديهم. يعود ظهور المتلازمة إلى حصار السفارة الإيرانية بالعاصمة البريطانية في عام 1981 عندما ظل أحد الرهائن يجادل خاطفيه ويتحداهم رغم توسلات الآخرين له ليصمت، لكنه أصر على الثرثرة حتى قتله الخاطفون وألقوا بجثته في الشارع.